توقعاتك ايه لماتش الاهلي والحرس الوطني النهارده؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-1 عشان الذهاب يعني يكون ماتش العوده، ويكون ان شاء الله فوز عالي جدا، هنكسب ان شاء الله الاستحواذ وفي الاجوان. انا حاسس باذن الله ان شاء الله الاهلي هيعمل حاجه ان شاء الله، وكده كده يعني هو ده فريق درجه ثانيه يعني، والاهلي يعني اكيد اتغلب اتعادل في المره اللي فاتت مع الفريق الحرس، فهو اكيد اكيد يعني اكيد يعني نقطه واحده بس يعني جون واحد بس اللي هو يصعد بيه يعني. هو الزمالك النهارده كسب 3 يعني، اكيد يعني الاهلي هيكسب حتى لو 1-0، فالاهلي الاهلي قادر يعني اللي هو يغلب. انا متوقع ان الاهلي هيغلب النهارده يعني. باذن الله الاهلي هيكسب، وتوقعاتي كويسه يعني. الاهلي فرقه ما شاء الله حلوه يعني، هم اخر مره كاسبين 1-0 يعني كويس مش وحش. هو ان شاء الله الاهلي يكسب بامر الله 2-0 بامر الله. اعتقد ان اداء الاهلي هيكون عالي جدا، عشان اكيد يعني هم دلوقتي متضايقين تعادل في ماتش الذهاب، واكيد هيبقوا عايزين يعملوا عوده كويسه جدا باذن الله. لا ان شاء الله هنكسب النهارده باذن الله، وبس الظروف الماتش اللي عدى اللي هو كان على ارضهم بس سوء حظ مش اكتر، وضيع فرص كتير، بس انما الاهلي قادر باذن الله ان هو يكسب على ارضه ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0 النهارده. الماتش هيبقى 3-3 للاهلي، 3-0 للاهلي، وباذن الله ده اول خطوه برضك لموسيماني بعد التكريم اللي هو المجلس بتاع الاداره محمود الخطيب، مجلس النادي الاهلي كرمه، هيبقى في معنويات برضك مرتفعه من ناحيه موسيماني، هيبقى في خطط، هيشغل دماغه شويه بقى اليومين الجايين دولت، عشان كده الدوري وباذن الله دوري ابطال افريقيا باذن الله ال 11 بقى تبقى في الاهلي باذنك يا رب. شايف مين ممكن يتالق على ارض الملعب النهارده في المباراه؟ قفشه ومحمد شريف. يعني هم بالنسبه لي هدافين حلوين جدا في النادي الاهلي ومهمين جدا. انا شايف ان محمد شريف ان شاء الله هيرجع لمستواه، وان شاء الله هيهدف النهارده، ومع رجوع محمد مجدي قفشه هيحسن نص الملعب اكتر، وبامر الله الهجوم هيبقى احلى بامر الله.